بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لما جم يصوتوا على المرأة وقالوا المرأة في البرلمان،
فما حصل من حزب الحرية والعدالة مع الليبراليين والعلمانيين والأقباط؟ طبعا موافقين على الهودة دي، وطبعا المعارض حزب النور ومعهم أظن معرفش مين معاهم. المهم دوت احنا انا بالنسبه لي امر عادي جدا، وانا عارف كويس جدا وعارف ان احصل اكتر من كده، زي ما حصل الاخوه كذبوا وخرا وانسحبوا من الجلسه بتاعت مجلس الشورى. انا وتصرفوا مع الاخوه نفس التصرفات اللي كانت بتحصل في مجلس الشعب مع المعارضين، نفس التصرفات بالظبط. وانا يعني انا عارف ان احصل كده واكتر من كده كمان، ان انت الاخوه حزب النور والدعوه السلفيه اللي وقفوا مع الدكتور محمد مرسي ديانة قبل أي شيء، والدستور ديانة قبل أي شيء، كل ده دين، كل ده دين. بعدين نجد النتيجة إنك توقف جنب الليبراليين والعلمانيين وجنب إخوانك السلفيين، ما حصلش. كان المفروض السلفيين تتعامل معاهم نفس المعاملة اللي كنتوا بتعملوها مع أبو حامد وغيره وغيره وكل مجلس الشعب. طبعا ما ينفعش، لا طبعا ما ينفعش، الكلام ده ما ينفعش ابدا، ده لازم الكلام ده يتغير، لازم في معامله جديده، لازم يتغيروا الدين، غيروا طبقوا الدين، طبقوا الاسلام، طبقوا الدين وطبقوا الاسلام، عشان تبدا الفكره تتغير عند الناس. ناس واخده فكره معينه لازم تتغير، لازم تتغير السلوكيات المعاملات، وحتى على ارض الواقع لازم الفكره دي تتغير. اما يحصل اللي حصل ده فلا. لما نيجي نقول ان كنت المراه وحصل تصريح عليها وكان ده احنا كنا في مجلس الشعب حاسين جدا ان الخير والحق نقف جنبه، يعني ده اظهرنا في صوره ان احنا مع الاخوان وفي حضن الاخوان وكان ده كله، احنا مع الحق مع اي حد من يقول به. اما بسبب كنا بنختلف معاه، لما يكونش في حق احنا بنختلف معاه. طب تعالى بالنسبه لكنت المراه، يقول لك ايه؟ اصلك الدكتور محمد مرسي عطى كلمه للقوى المدنيه الليبراليه والعلمانيه، وقال لهم الليبراليه والعلمانيه هتسيبك. طب ما هم عمالين يعملوا لك في 100 مصيبه و100 خلله و100 بتاع، خليك مع اخوانك وخليك مع الحق والدين. قال لك يا صاحبهم كلمه واحنا ما نقدرش نحرجه عشان الكلمه دي. وبعدين كلام تاني، اصلك ان حزب النور ما عندوش كوادر نسائيه عشان يجي عشان كده بيتكلم. لا، المساله عندنا مساله دين، مساله عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا امراهم امراه. ومجلس الشعب ده الصحيح فيه حتى تفسيره قانونيا وعند العلماء بالقانون ان دي ولايه والمراه مش من اهل الولايه. المساله دي عندنا دين، المساله دي عندنا دين. والدين ده بفضل الله عز وجل الامام حسن البنا رحمه الله مؤسس جماعه المسلمين اخوان المسلمين بيقولوا برضه الدين ده، بيقول الامام حسن البنا عشان المساله مش مساله كوادر ولا مساله دين. ادي مثلا الشيخ حسن البنا رحمه الله مؤسس جماعه المسلمين اخوان المسلمين بيقول ايه؟ وده موجود في مجله اخوان المسلمين عدد 5 يوليو سنه 1947، يقول يعتبر منح المرأة حق الانتخاب ثورة على الإسلام وثورة على الإنسانية، وكذلك يعتبر انتخاب المرأة ثورة على الإنسانية بنوعين، لمناقضته لما يجب أن تكون عليه المرأة بحسب تكوينها ومرتبتها في الوجود، فانتخاب المرأة صب في النساء ونقص ترمى به الأنوثة. برضه الإمام حسن البنا في كتاب فكرس المرأة المسلمة يقول إباحة عضوية البرلمان مطلقا يتنافى مع خطر الخلوة والاختلاط بالأجانب على النساء، ويتنافى كذلك مع تحريم النظر ويؤدي إلى كثير من المفاسد. وقال أيضا المرأة لا تكون وزيرة ولا عضوا في البرلمان بحال، فإن من مقتضى إسناد هذه الأعمال إليها الخلوة مع غير ذي محرم، بل ربما اقتضى ذلك الخلوة مع غير المسلم. كذلك أيضا ليه بقى قول مش البرلمان بس، أكثر من كده كمان، ليست المرأة في حاجة إلى التبحر في اللغات المختلفة، وليست في حاجة
إلى الدراسات الفنية الخاصة، فستعلم عن قريب أن المرأة المنزل أولا وأخيرا، وليس المرأة في حاجة إلى التبحر في دراسة الحقوق والقوانين. ده كلام ابن حسبان رحمه الله. لأن إحنا بنقول إن المرأة بتتعلم ولا حقوق ولا وكذا وكذا وكلامنا معروف، لكن ده كلام قال كان ابن حسبان في البرلمان، في عمود المرأة في البرلمان. يبقى إذا مسألة بالنسبة لنا مسألة دين، اللي قاله الكلام دي ابن حسبان. مسألة دين مش مسألة تواتر، مسألة كذا. وبعدين المفروض إن إحنا أقرب لك من أي حد، يعني تتفق معانا مع بعض، يبقى ونبقى قوة وأغلبية جوه المجلس مع بعض، نتفق عشان نخلي الدستور ده مطابق للشريعة الإسلامية، مش في حاجة محرمة تخالف شرع الله سبحانه وتعالى. ده بنقوله لأن في الحقيقة الأمر دوت هيتكرر وهيكثر، والله المستعان. وبقول أيضا عشان مراعاة فيما بعد المواقف، مراعاة فيما بعد المواقف، بنقول إحنا عايزين نكون مثال حي لبيننا، ونطبق أخلاق ديننا، وإن إحنا إزاي نتعامل مع المخالف ومخالف لينا، إذا كان خلافا سائغا، إيه أدب وإيه كيفية التعامل، إن إحنا لازم نغير الصورة الموجودة في ذهن الكثير، وإن الصورة لازم تتغير. وإن كده مش هينفع، إلا الكل هيخسر، يعني هيجي في النهاية خالص يقول لك هما الإسلاميين عملوا لنا إيه؟ النهاية خالص يبقى الكل هيخسر إلا كده غير هذه الصورة.